السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتعلم كيفية تغيير حبر الطابعة كانون. في عنا طبعا لونين اللي هن البلاك والكولر أو الألوان. بداية نفتح الطابعة، نقوم بإعادة تشغيل. حاليا نضغط الحبر نحو الأسفل ثم نزيلهم تباعا. عادة اللون الأسود يكون إلى الجهة اليمنى من الطابعة. الحبر الجديد يكون عليه لصاقة، نقوم بإزالتها، فقط إزالة اللصاقة دون أي شيء آخر. نعيد تركيب الحبر كما أزلناه دون أي تغيير، ونقوم برفعه إلى الأعلى. كذلك بالنسبة للجهة اليسرى حيث نضع القسم الملون، أيضا إزالة اللصاقة ونفس العملية. والآن الطابعة جاهزة للعمل. نلاحظ أن هناك إشارات بالنسبة للونين البلاك والكولر. سأقوم الآن بتجربة طباعة صورة من الموبايل. وهذه هي النتيجة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى تدعمنا بلايك.